هدي قرلوق تاي هدي بقدركين تاي هدي أوك تاي هدي جوس وين تاي هدي ديجا ندا تاي ما أنت وين حالة دولة سيجار لويجا قبك أي دتكو مساكين تاه الشعب كاه أي سوق يستنى يكون دفاع عن يعني يقان عندنا ويرن الدفاع وشرن أنت وين مسانية دقرن خلاك ودرا مركا عيد كمان مركا عيدا كي قرن كسمالن لا بيسود كسرنا للسوريسي مي مركا لا داي عيدا بلد هلاو قدر قنوي يمشي هلاو قدر مسانية هلاو قدر مركا لا داي عيدا كي قرن كسمالن مي دشني لا باتك فوق سوحي كداي أو أن قبنا أو سونة شيء دنيا جاه وكيلا دو إنه قدو صار دتك يهرب سو شيء دنيا أنا هاي جاه وكيلا دنا اللي قد دوني يو شرك دون كل قد دوني يو جاه وكيلا دنا ما نسوق يو مدح دي سبلي قد دوني يو أرنت الشن يلا باتك فوق سوحي ودنا كداي وحلا إيجان كرماها وإن قلها وكيله دو واجب فيسك جوتا مدحوينه إنه هنبليه يبقى دكتور عيدا مدن مدنية أو يسوى أنتو هل كأو هنبليه يبقى روا تاجر سنة ده وحويان مدحوينه ما وحو ربا يو كله يو كت تاجر سيا هاي ربا إن دت شعبة أيوة السبب لان إسكندن تان إسك السودان نو تاسد علم يسوى مسؤولية دي قبل كاسان هاي مسؤولية دي دكان كاسان هاي دت كي مدن بانون هاي هدي أتري عيدا بلد هلا قدر ميسانية تقارن كا سيم شهر ياو هران حد دي دين بلكو رئيس مال لا أنت شفت سمع ستان بعيدا ورئيسه إيه دنو ترى ميسانية تقارن كا هلا قدر أرنت أسي وهاي إن توسع سائل لقاعدة دبدي دورشة دا أدل كرنتي سيدي وقعد على هاي دورشة رنتي دورشة دا مددر لسكو خلاف سنة رنتي إن ما أنت وحوي إن دو مال روتی تاریخی ها مال ما هکله امت سومالی لان روتی کتر چه میشه میدنیم دو دا کمی دا این گله و کیلا دو روتی این ده مانتا این حال کانو حواچ کیسی که گوته حیرو هرنا صد نکی بشه این سپتامبر یلا بذار کنیم این صد حیلا باتن کی ندافته و عدق لبیه دستن مانتا و کلی کوانت سیه ایو مانتا روتی این روتی حواچ کیسی که گوته ارن تاسی و های این توسای ساین لقاده دبادی دورش دا أدل كرنتي سيدي وقعد على هاي دورشة رنتي دورشة دوم ددر لسكو خلاف سنة إلى هاي مهدي ويا إن ما أنت لقيه الشيء أرنت هالسنة للصواف شري إن أرنت كلا عن دوني ما أنت نحن كان كهلا وحوي إن مركع تاين تاسن كل عفوا يا أرنت كلا عن ربعين كهلا وحوي إن ما دام أنا هاي نقول حلبان لقى صوت دورتي قبل كتقدر أنا يه حلبان كلا وحنو سفر كوب حنايا وحنو تقنعي ديجا ندا بريجا ورتي وحوي إن أي كتشرين مدبا إن eriyada la ogaayo sidii intii 25kii ogos wixii ka dambeeyay deegaanada runtii ay ku jireen xaalado runtii kala duwan oo dagaalo kala duwan inay ka dhaceen een waxay dadka reer Soomaaliland wada ogaayeen in shacabka deegaanada Qorlugud Buqdhaarkayn Gowsaweyne iyo Jiidaha soo dhameey runtii waxa weeye oo ku dheeran oo dhameey runtii ay dadkaasi is abaabuleen waxayna ogaay runtii in madaxweynaha oo arintaas soo dhaweeyay oo yiri runtii waan taageersanahay ciidanka madaniga ah arintaas waxa ayaduna jirtay runtii waxa weeyaan een markii ay ciidamadii Soomaaliland iyo runtii waxa weeyaan de dagaaladu badan dhaceen dhibti dhacday waxay kaliftay inay saameyn eeriyada iyo dhulka ay ku yelato waa ki madaxweynu runtii waxa weeyaan arintaa de een aad u soo dhaweeyay madaxweynaha anagoo xildhibaanada gobolada bariga laga soo doortay in badan oo kamida madaxweynaha arintaa waan kala